اكيد بيخبطوا، انا سامع تخبيط من بدري. اكيد بقى مثلا بيعملوا نجف في الارضيه ويقعدوا يدوشونا طول اليوم. ده كاميرات داخله وكاميرات طالعه واضاءه وحاجات كتير كده وزحمه في الشقه. يمكن يكونوا بيجوزوا ابنهم. لا لا، دول بيصوروا فيلم فوق. ايه بيصوروا فيلم؟ طب ما عادي يعني، واحنا مالنا؟ طب ايه رايكم نطلع نتفرج على الممثلين؟ اه والله فكره، نطلع نتصور معاهم ونقف جنبهم كده يمكن نتنجم. ايه ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ممثلين بقى ويقعدوا يتنكوا علينا يعني؟ وعشان ايه يعني؟ عشان ايه نقعد هنا بكرامتنا احسن؟ يا سلام، لا يا حبيبي، مش كل الممثلين مغاريه. انا مامي مره اتصورت مع احمد رمزي وكان واقف على البلاج بالمايو. الله، وباباكي شاف الصوره دي؟ ما هو بابي كان متصور مع ناهد شريف. ده انتوا عيله تافهه بقى، يعني تقعدوا تجروا على الممثلين وتصوروا معاهم. طب عارفه، انا مره قابلت سليمان عيد. واقف انا كده اهو عند الاسانسير، ويا دوبك الاسانسير لسه هيوصل، لقيت سليمان عيد داخل بقى. يعني هو كان متخيل ان اقول له اتفضل انت مثلا الاول، او مثلا اول ما اشوفه اضحك، ولا عبرته، وحتى قال لي صباح الخير، ما رديتش عليه. يعني ايه يا جدعانه منك انك تقابل فنان عظيم مشهور زي ده ويتواضع ويقول لك صباح الخير تقوم انت ما تردش عليه؟ وانا اخلي واحد زي سليمان عبيد ده يتنك عليا ليه؟ يعني اذا كان هو ممثل، انا برضو صاحب بازار، يعني انا بيجي لي وفود من المانيا كان بيقف طابور كده عشان يتصوروا معايا. لدرجه مره كان في ضابط عدى كده لقاهم واقفين طابور، افتكر ان ده طابور عيش، ببيع عيش يعني. يا سلام. ايوه، اخويا حبيبي، اخويا. ايوه مساء الخير يا حبيبي. معاك عبد المجيد حبيب مدير انتاج. ايوه، انتاج ايه يعني؟ حضرتك مصنع وعندك خط انتاج مثلا ولا ايه؟ لا اخويا ما تفهمنيش غلط حبيبي، انا مدير انتاج افلام مسلسلات. حاجه ساقعه مثلا، شيبس. هنقضيها بقى تريقه ولزازه وحاجات كده، مع ان انا جاي لك من الاخر وبكلمك بكل حب. طب حضرتك انا تحت امرك، عايز ايه يعني؟ شوف اخويا حبيبي، احنا بنصور فيلم هنا فوق يعني، والبطله بتاعتنا الست المتالقه، الست مرفت، وبعدين يعني زي ما تقول كده محتاجه مكان يعني يبقى استراحه، تعمل فيه مكياج، تحفظ، تشرب حاجه ساقعه، قهوه يعني. وبعدين الصراحه وقع الاختيار على الشقه بتاعتك دي، وانا جاي لك من الاخر هو والله وبكلمك بكل حب. طب حضرتك مرفت مين؟ مرفت مين؟ مرفت امين. ميرفت امين يعني وعايزه اتصور هنا حضرتك؟ يعني ما يعني استراحه ازاي يعني؟ لا حضرتك فاهم غلط يعني، انا ما عنديش استراحه يعني. ده احنا هنديك 1000 جنيه في اليوم. حضرتك انا المكان هنا مخصوص للاستراحه بتاعت الاستاذه ميرفت، وعندي اوضه مخصوص يعني، عارف ديكورها معمول للاستاذه ميرفت. 1000 جنيه بقى ايه؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا حضرتك، قلت لي اسمك ايه؟ عبد المجيد حبيب. معلش يا مامي حبيبتي، كركبنا لك الاوضه بس اصل مش حاجه طبيعيه، ده حدث تاريخي. انا مش مصدقه ان اخيرا اخيرا ربنا استجاب الدعوات بتاعتي، وهشوف نجمه كبيره زي ميرفت امين. وايه، مش هنقابلها بس؟ لا دي هتقعد معانا اسبوع بحاله. على فكره مامي، انا هاجي اقعد معاكي هنا في الاوضه، وعادل هينام عند مامته، بس احنا لازم نسيب لها الاوضه. الست هتقعد فين برضه؟ عايز اقول لك على حاجه كمان، الانفصال بيني وبين عادل مش عاجبني، بس هو مش اي حد، ده ميرفت امين. بس ابوس ايدك حبيبتي عشان خاطر ماما، ها اوعي تفكري تخشي المطبخ، مفيش داعي بقى ان تطبخي لها طبخه كده، ومفيش داعي نجيب لها تسمم للست، حرام، ده الفن عاوزها. اوكي يا مامي حاضر. مامي انا استلفت لك دي من سوزي، كل واحده فينا هتتصور صوره لوحدها معاها، وبعد كده كلنا هنتصور صوره جماعيه لينا احنا الثلاثه بس، اما الباقي اللي قاعدين بره دول مستحيل يتصوروا معانا، لان دول اخرهم شعبان عبد الرحيم. شكرا يا سيدي جدا، بس بقول لسعادتك ايه؟ ايوه انا اشوف بكلم سعادتك بكل حب، واختصارا للموضوع الهانم الست مرفت ما بتحبش اي دوشه ولا داخل خارج عليها ولا رغي ولا الاستظراف بتاعك ده، الله يكرمك. يا استاذ عيب يا استاذ، دي ضيفتنا فهنرحب بيها ونشيلنا فوق راسنا طبعا. الله يكرمك. اتفضلي يا هانم، اتفضلي يا كبيره يا مجد. بس يا استاذ خلاص، الهانم ما بتحبش الدوشه ولا؟ بس يا عبد المجيد قرفتني، انا كرهت الفيلم بسببك، انا لما عرفت ان انت مدير الانتاج انا كنت هسيب الفيلم، طول الوقت بترفض في الفاضي والمليان،
انا بحب البساطه الهدوء. في فلوس وقعت منك. حضرتك ماجد سعيد. ايه ماجد تغيرت اسم؟ مش لسه سعيد لعادل؟ لا يا حبيبي حبيبي امدلي على الاسم الجديد. لا 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 حضرتك عادل سعيد بس يعني اتلخبطت ما شفت حضرتك. ولا رانيا؟ رانيا مرات عادل سعيد. رانيا سعيد نورتينا. بس يا رانيا بس يا رانيا مش عايزين نضايق الاستاذ. رانيا رانيا معلش احنا اسفين جدا. اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي يا هاني. يا ستي يا كبيره يا عظيمه. بس بس ايه يا حبيبتي؟ انتوا كلكم ساكنين هنا؟ اه وده بابا ودي ماما ودي عمته سناء ودي تيتا مجيدة ودي تيتا انعام ودي خالته نجلاء. انا اتشرفت قوي. يا رب بس ما اكونش ضيفه تقيل عليكم. يا خبر ابيض. لا معقوله يعني حضرتك ازاي تقولي كده؟ امال رانيا تقول ايه بقى يعني؟ اتفضلي. لا لا اتفضلي ايه؟ مفيش وقت مفيش وقت خلاص الشوط ربع ساعه وهنبتدي. في ايه في ايه؟ هو قطر يا عبد المجيد؟ اسكت هقعد معاهم شويه. بتاعت مجيده. ممكن احضنك كده زي الفيلم اللي كنت طالع فيه ده اللي اسمه 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 ايه اللي كان فيه ميرفت امين؟ يا ماما ما اللي انت حضنها دي هي ميرفت امين. اوعي انت هتصور في الاخر. ها هتصور في الاخر بقى. نوكا نوكا هنا يا نوكا. انا خلاص يا قطع. تضيع تضيع يا نوكا. معايا يا نوكا. انا هتصور في الاخر بقى. يلا بقى انا يا مامي والنبي عايز تصور معايا. اه وهي تصور وانا هتصور في الاخر بقى. فاضل البنوته الصغيره لسه ما اتصورتش. يلا خش اتصوري يا ياسمين. لا لا بنت هطردك في الشارع مش عايزه شغل معاها. هي مؤدبه يعني بس ما تبقاش مؤدبه يعني ساعات. ممكن بس ادخل الاوضه عشان اغير وكده. اتفضلي اتفضلي يا نجمه. اتفضلي يا نجمه نجوم الكل. اتفضلي يا كبيره. اتفضلي كل حاجه جاهزه. اسكت يا غريبة قوي. راجل وكل الستات دول بس شكلهم لطاف. متهيألي ان انا هرتاح معاك. امال يا هانم ده انا مختارهم على الفرازة. والله يا نجمة انا مختارهم بكل حب. فاكر اول مرة حبيت فيها عبد المجيد؟ ليه ليه بتفكريني يا استاذة؟ كانت البنت كراميلا بنت عبد السايس. ليه بتفتح عينك الروح المقفولة ليه؟ انا هروح اطمن على الكاميرا. احسن تسخن. ادخل. حضرتك بتمثلي ولا حاجه؟ لا ابدا. والاستاذ بقى هو اللي بيظبط الشخصيه من الخارج بقى. برافو عليك.